ريشه اسمها اكوردنج لكتب الجينات دي الهيرمايس ويز. مين هم الجيرمان فايت انا معايا مايكروفورم الراجل كبير اللي في البار اللي في حاجه عاملين
بعدين وداعه ربانيه هم دول بعدين ما عندوش تاني كبير فدول تلات عيال عندهم تاني كبير معايا؟ تمام دي بداية الصحيح هنشوف يا جماعه المشكله اعتقد الشنب في العين دي ده محمود برافو عليك هيجي ابو الواد ابو الواد يدي بنت الدكتور الواد عنده مش عارف يعمل ايه عايز اشوف الليجن اللي عند الواد ده قد جد ودنيا كبيس قراع ولا الوفيشيا ارياكا تعالى بقى ان شاء الله شهر 7 كده 70% الدفعه ده الوفيشيا ارياكا معروف الوفيشيا ارياكا من الستريس تلاقي شعر كيس بيبقى او حاجه سيفت انديوس الكيس بالذات اللي عملت ده يا محمود سبع شد شعرات تعجبه قهر تطلع صباحة بتزيد معروف التنين اسمه ترايكو يعني شعراية تلو تراكشن بانية يعني ترايك ترايكو تلو بانية تشد 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 جايبة في البلد السيارين وتشد شو بلاف لعفة ايه هنا بين التراب هنا تبقى جايبة نوع تشد 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 نوع تجدها ايه نوع تستيرت روح بدل في زيت معروف في الكمية حلو يبقى مشكلة الدكتور عايز اعرف هل الجزء اللي جاي يكسب كونسكرايب ده بجد الدنيا جميلة قراع ولا ماشي ثعلبة مش الجيل الجيل في الكيس فدي عايز اقرر ايه عشان عارف ان الجيل في انت فاضل ويعناه ان مفيش عيادة وبعد اللي العيال لو خدت الفرد او خدت الفرد بعد لا يطلع شرع ولا شرع تخيل بقى غلطنا في الدايجنوز يا عبيد ودينا العيال اللي تحتينا كبسيس تحتهم من الدايجنوز في الاستشاره بقى مش هخش عليك الواد هخش عليك الفرد طلع الواد صغير بالك طبعا تديك الستيرويد نفوق الانفكشن لا ابراهيم يبقى خطر جدا 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 يعني ايه؟
لونها ايه؟
بالرمل بلاد كده ولا تحس انها كبش شيء كبش كبش حد لما يشوف حاجة جوه كل الملك الشعرية الثانية لما عرفتش فيها بروجيكت هتبنت قلب قبلها الجوه يعني طبعا الفكشت اللي هي الملكي لما عرفتش الشعرية دي اخواتها هنا هتلاقيها في مصر يسكتون بروجيكت بالملك هذا الجوه حد لما حريف للون الجلد دي حوالين الاسكاتلة احمر ده سعيد في الفلماش حوالين الاسكاتلة الجلد بالبارد الكامل خمس نقطة الاسكاتلة مش قدامي يا ابا عزيز لازم 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 خمس نقطة لون ها؟ صدق مليئة كبشي الشعرية سيف في بروجيكت حواليها الجلد بارد الكامل خيال في الاسكاتلة يدخل المذبح يدخل مع
حاجة تانية. مدخل بنزين وده ماشي بالبطارية بتاعت الأوضة الغاز بتاعت الملح. مفيش حاجة. اعدموا دي. اعدموا دي. اعدموا دي. بنلاقي قطعة قطعة الانفكشن. من الالترا فايلوت لما بتنزل على الفنس الفنجاي بتطلع كمان. فنعملها نقعة صفرة خضرة حمرة زرقة طبعا اللي احنا مش عاملين في تفاصيله لكل نوع فنجس بتطلع لون. يبقى لو لقيناها على الجنيح نقعة ديتكلون الالترا فايلوت ريس والله العظيم ده دي فيها فنجس ريس هتبقى قلنا المنطقة حلوة أول من الهدى استخدمها في تعديلات المنطقة صح؟ خدنا الموت الرايح وحطناه على راس الواد لقيناها تتنقل يبقى لو تتنقل والله العظيم ثلاثة الواد ده عامل إيه؟ طب فين ما تجيش دول بعمل إيه؟ لا مش شرط مش شرط في بعض أنواع الفنجاي ما بتطلعش كلام في الاسبوع اللي قبل ما يطلع طب قال إيه أنت بتبص بمعنى ايه؟ والله العظيم لو لقيتها طلعت كلر واديتني لون يبقى تديني كميس انت عارف طب ما تدينيش لون مش شايفها وممكن برضه تبقى صحيح تكشف ولو شفت ربع في المية اعمل بلاش صح ولا لا؟ ما تدينيش لون يعني لو كنت شايف في المايكروس كل المشكلة في السكين تايلر يعني بلاد بطة واضحة تقول يا شباب البصر واضحة الكيمياء واضحة البيزنس واضحة كمان المشكلة ايه بتخبطي؟ مع السيمورية يعني بتكش شعر كبيرة مع السيمورية تقول صح ولا غلط؟ خليني نشوف كده ما تدينيش لون خليني كده مش عارف اشخصها في الوز صغير ما تدينيش لون هشوف الميكروسكوب ما تدينيش بيعمل ايه؟ اي عين تقلبوش قليلة واخد شوية قشرة خلاص معايا هاجي على القشه دي احط نقطه كيلو اتش وطاش كيلو اتش و10 يشوف الليل واسخن الطيب من تحت واعمل بقى ايه؟ القشه خلاص طالع نقطه كيلو اتش واسخن من تحت ولعه كله عيال ده المفروض الكيلو اتش مع التسخين يدوب لك القشه بتطلع مين على السلايد ها؟ تشوف مش لا احنا الجو مش شعر الجو تسكين الجو مين؟ الفنجس تمام؟ انت تسكين؟ عم تطلع ازاي؟ نقطة كيلو اتش استخدمت الفايل من تحت الكيلو اتش مع التسخين ده ودي القشرة يفضل الفنجس المر بصيت بالميكروسكوب لقيت فنجس كتير وده العيال ده عامل ايه؟ تاني كمان تسكين رينج 1 صح ولا لا؟ في ده قريب ما لقيتش فنجس خالص يبقى العيال عامل ايه؟ عامل شيء معايا؟ كان فيني عامل شكل وبعد ايه؟ جيت على فيلم كده قلت له مفيش حوار بس ولا هنا ولا ولا اتفاكس ولا لا مش حاطين زي ما هو لا مش حاطين حاجة شوف ايه رأيك؟ والله ما تمشي لو شك ربع في المية يبقى ما اعرفش انا قلت لك شفتني يبقى كده كبير ما شفتنيش يبقى تخش ارجع شايف تاني يبقى ممكن ان في فرق الفيكشن في العدد بتاع الاورجانيزم قليل. نزوده اخر مرحله في الدايجنوزز انفكشن. بنزرعها على استبروليديا ودي سايلنس. شوف استبروليديا. استبروليديا. من ثلاث ايام ل 2 ويكس. من ثلاث ايام ل 14 يوم. حطيت السكيلز على السبعون لو طلع كولينز وزن 2 ويكس طلع كولينز بجد يبقى الراجل ده عامل ايه؟ يبقى سكيلز كام يوم طب عدى 15 يوم ما فيهاش حاجه خالص يبقى الراجل ده عامل ايه؟ يبقى اهتميت بالدايجنوزز مطلوب ولا شو؟ صح ولا صح؟ صح جاي مش عارف؟ لا هقول لك حاجه انا بس عشان اوضح لك مره ليه مش الشطور ده في الكلام في حياتي
كده الشغل انا اتفاجئت عملت الصبراني دي حالة واحدة بس في الحياة دي هو الكويس تقريبا بنوصل او بنخلص عند المخصوصة تقريبا ولو وصلت للتنشط خلال فترة التنشط اللي كانت تفضل مش هتنص طلع مش فاكس بس كانت طبعا مش عادية انا اتكلم عكاية الشغل سوء انت في اسبوعين انا تفضل عمل بلدية نطلع طلع فاكس بنكمل الكورس 6 اسابيع 9 اسابيع ما تلاش
ده بتاخده مره واحده يا دكتور؟ لا يبقى الباتش عباره عن ايه؟
بعرفش مكتبه بس. ده جاي. هل في نيشان اسمه مش بس ليه ولا لا؟ كلمات معايا. البابيون ده عامل زي قرصة الناموس، قرصة الناموس اللي كان ولا الليل؟ ها؟ الليل؟ مش الليل الماسك، دي صلص الليل. صلص الليبيشن مهمة قوي قوي كلمة صلص. اللي لسه معاه صلص الناموس. صح؟ كان بسميه بابيون. خلي بالك من بعد ده؟ المديول. قصدي معايا هو صلص الليبيشن برضه؟ بس مور ذان صلص الناموس. دي مشاكل؟ يبقى المكيول عبارة عن ايه؟ كلمة واحدة؟ ديسكالريشن. مرض المكيول الثاني البتشي. معايا؟ طيب البكيول عبارة عن ايه؟ صدر. مهم قوي كلمة صدر. صدر الريشن لازم نفهم. المديول خالص الريشن. فخلي بالك معايا حاجة. بكيول جنب بكيول جنب بكيول جنب بكيول جنب بكيول أو مديول جنب مديول جنب مديول جنب مديول دي نتيجة اسمه بليك أو بلاك. أخذت العركة ليه؟ هضر بص البابيوت والميوت لما مسكت مع بعض وعمل زي؟ عمل زي بلاك يبقى بلاك عبارة عن ايه؟ ديسك شير ديليشن عمل زي ديسك شير عبارة عن مرض في البابيوت أو مرض في الميوت ها؟ أي مشاكل؟ رقم أربعة ديليشن عندي عارف نزيد مسكين نزيد مدينة كلنا بعد برد بعد ستريس ها بس برافو عليك كده حسام البرايمريشن فيها صحة فيزيكال عبارة عن ايه؟ برافو عليك سمول بس مش صعب بقى فيزيك اليفيشن فيها كلين فلو شفت عشان كلمة صالد مهمة جدا صالد اليفيشن هنا لا سمول فيزيك اليفيشن فيها كلين فلو طب لو بقى فيها بس نسميها ايه يا امين؟ بستيول مشهورة جدا طب لو كبر في الفيزيكال سميها بولة عارف مثال عليها ايه؟ وقع على ديك شوية فايز سخنين عمال يفكيها هنا فكيها دي البولة اللي هي بقى مش الفيزيكال مش عارف تقول كده في اي مشاكل؟ رقم خمسة اي ويل خلي بالك محمود انا عمال اقول لك ايه؟ مكيول ديسكلاريشن بابيول كولاجينيشن لسه مثلا مديول كولاجينيشن مرضى مثلا الفيزيك سمول سيستيك انيميشن البازيول سمول سيستيك انيميشن فيها بقى البولة الاسود في مشاكل ما تديكيش امثله عليها عارف ايه؟ عندي 200 ماكيولار سكين عندي 300 بابيولار سكين 50 ماكيولار سكين اكيد مثال ايه ولا ايه؟ انما وقت قلت ويلز ويلز تساوي ومين يبدا يتكلم؟ فريق واحد في الدنيا بيلبس فانيلا بيضا في خط الحوض زمالك فريق واحد في الدنيا بيلبس فانيلا سودا مانشستر واخد بالك؟ يعني في حاجات سبيسيفيك قوي ويل ملهاش تكلم مش هتعجبوز ويل يبقى على طول ايه؟ وايه هو الويل؟ خلي بالك معايا في ويل بتاع ايه؟ حساسيه فكر الشوكولاته ومو السمك ان شاء الله هتعرف حاسه ثالثه بعون الله جدا مدري ايه؟ الدرس بين البرين والدرس اللي بدرس فيها ايه؟ يعني بقى الكراكين بقى والسيل حبيبي حبيبي المريض مش جميل مشكور بصدقه اللي بدرس فيه ايه؟ ها؟ برافو عليك سيلز الابيدرمس فيه سيلز بصي اول طبقه دي اسمها الهارد لاير او الكيراتين اللي انت شايفه قدام عينيك احنا متغطيين بالدين كيراتين اللي تحتها حاجه اسمها جرانولار سيل لاير جرانولار اللي تحتها حاجه اسمها بريكل سيل لاير اللي عند البيزمنت تمبرين حاجه اسمها بيزمنت سيل لاير معنى بقى ليه كيراتين جرانولار سلير بريكل سلير والبيزل سلير يبقى اللي بيدرس معمول من سيلز صح ولا غلطان؟ طب بيدرس معمول من ايه؟
الباب الارتكالي يعني ايه؟ الباب
مش شعر تمر لا كراتين هاتشوف كده بطل السكاب بيطلع ايش يطلع شعر بص زين يحصل دايما مرين يول في السكاب بتاعك بتاعك دي بيسكي مين مين بيسكي مين مين بيسكي مين ايه يمشي السكاب Disformation of the horny layer of the skin. What is that? Disformation of the horny layer of the skin. How is the skin? How is the skin? Are you sure? Huh? Or Tama? From the air? For me? How is that? For me to call me? How is that? For me to call me? Okay. I'm going to get half the sugar. Man, that's how. They need me. هل مسبيش الجاني دي ولا ماشي الجاني هلو جاي دي بتطلع سيبه بعد جيب دي بتاني بجيب دي بالرأي دي قوي ده ايه لو ايه هتنشي فاندل وانتي بكتيري بكتيري ده ايه ده ورصابه بحاجة حلوة ولا لأ جميل جدا يقول لك فاندل يعني ايه سبيش ما سبيش الجاني كل ايه كل ايه يعني ايه ده سبيش الجاني الله عليك ده جيب دي جيبة دي قوي اي فاكتور يعمل لي ديستراكشن للفاينل سبيشيس اورجانز هيجمع لي من ال سي 1 يعني دي كلها اللي هي الشغل السوداء اللي بتلاقيها عندي وعندي الكل طب عايش بقى الديفينيشن بتاعي الكل هي بلاد اللي شاف قال لي ايه؟ انا سددت الحب السودة دي قال لي سدانة بتاعت الفاينل سبيشال اورجانز عشان انا اسمي مبدودة فقال لك الكوميدو هي بلاد لكن ايه؟ للفاينل سبيشال اورجانز انا سألت يعني ايه للفاينل سبيشال اورجانز بصورة السودة اللي انشانها ان شاء الله في الفيديو الفيديو ولا لوجو ماسكات اللي شوية فيها ان شاء الله تحس الروعة تحس بقى بتاعت البنات دي حلوة قوي بتاعت المسكات اللي هي الفول بتكون الشعر ازاي بتأثر الشعر ازاي ده بتحس الروعة بتاعت البنات ماشي يا جماعة ده ايه الكوميدي هو عمل ايه كلمة واحدة اسمها حاجة ترجع بلاك ايه البايلو سبيشال اورجانز مشاكل يا واقع برايم سكين ليش اخر برايم سكين ليش انا عندي مهم قوي 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 اللي هو مقارن سؤال لي بابا اقول لك سؤال لي بابا اقول لك كيف سبلاش حل شايف ما بعض يسكين ولا كده كده وبدأوا سمحوه وبدأوا وبدأوا البيت من كمبريد ماشي يا رب سكوك اسكابيان الميت والتنين دي بتجوزها الاسكابيان بس وان صحاق الباج المال دي بنت مش نسيب حتى في البيت البيت دي بنت البريد دي بايت تروح تحفر بره خلده الهور من ليجر وتسكين عشان تحط دي الناس الايد وانت حط الناس بالميجر ياخد حدش من الناس
كل يومين يخد يومين ويروح يتجوز. يحصل مرجع سكن سيرفس والميل يقول البريكنت وايف تعمل نفس الكلام. تحفر البر. تحفر البر فين؟ حاجة لما بعض بقى انا شفت بيها هاي. هذا المنظر المنظر عامل ايه؟ بتشبهها المنظر على شط البحر. لما تلاقي كده الساند قدامك على الشط في خرم وخرم والساند اليفيتد ما بينهم. هتقول ايه اللي حصل؟ حاجة دخلت وخرجت صح ولا لا؟ عملت اديشن لساند بحر هو ده منظر البحر نفس المنظر. ده ليه عامل كده قدامك؟ الريجولر لينير اليفيتد في الاستيل. كأنك مدخل سن سنجة جوه الجلد. معايا؟ المنظر عامل زي بتاع البرد الريجولر لينير اليفيتد في السكن. فيدريشن اندكشن في الجلد. شوف في مرة بيجيب على طول عيال عنده ايه؟ مفيش تفكير بس نادرا ما بشوف نادرا ما بشوف عارفه ليه؟ عشان تزيد ده جدش جدا 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 جدا. فاخش فيه افتح له روح. وبعدين تخلي اهو الروم فلور سايد روم صح؟ ما بعرفش من فوق بفتح الروم ولا لا لا احوله من بره لحاجه تسمى الفرن. عارف الفرن بره ايه؟ كلمه واحده دي روم فرن فرن غير سقف بتاعه. معايا؟ طيب احنا قلنا الفرن فرن في الانجليزي يبقى الفرن فرن رايز ولا سكندري؟ ها حد ده في بلامة كده بلامة تجيبة كده غريبة شوية لو حاجة ملهاش علاقة بالطب شوية بلاش بلاش مهم جدا بلاش مهم جدا مدخل وما البلاش الوحيد اللي ممكن تشتغل فيه بعد ما تخلص يعني راجل نسخ فيك او ست تنسخ فيها او عيل نسخ من روحك وراح لست هو كده بلامة ده مش حاجة لو حد ياخد تخليل مين بسرعة حفظ معايا انتاكيول قلنا برامل سكين ايش بتاع ماكيول ايه؟ كلمة واحدة سكين طب لا مش ماكيول ما سميه؟ باتش تاني في الماكيول تقول عن ايه؟ سؤال بيدبيش اقل من نص ما الماكيول؟ طب ضبطه بالسرميل او بالدوش التاني؟ ليك او بلاك ماشي البيتكيول قلنا ايه؟ سمول؟ سيكتيكيول مش كده ايه؟ الكلينيك بيوت لو بقى فيها بابا سميها لارج بيسك اللي مسميها حلو قوي. طب ما الويل عباره عن ايه؟ الكلينيك بيوت بود بعد ليه ما بيسك بيوت بود سكين ايش الشعب اللي عباره عن ايه؟ بابا سميها سكين. طيب الكوميلو فين؟ فاينيو ريشيس فاينيو right situation. Well, we're stuck in this condition, we're struggling.
عشان الاقي كلاس اكيد كان دي ليجن في مرض كان في اوكي ليجن صح ولا لا ليجن انفيشنز وين ارسنز اروجن اكسبريشن كل ده كلام فارغ المهم بعد كده لاين كينيفيكيشن يعني ايه كلمه لاين كينيفيكيشن لاين كينيفيكيشن او ايه كلمه كينيفيكيشن بصي على السكين اجينس الجرفة طوابع رابع عمرك واحد دكتور جديد طلع له جيد عمل لي كده هنا لا انت اول مرة لازم بالك تشوف العمر كده صح ولا المنظر ده نورمال هنا لو لقيت المنظر ده في نورمال سكين اريا هتنزل وتروح تشوف حكايه ولا لا طبعا المنظر ده في نورمال سكين اريا اسمه لايكين لايكين ديكيشن لايكين يعني هاي مكتور في الديز شو ما لازم نيجي نلحق على راس مين لايكين بلانس كده كان شو اسمه لايكين ديكيشن عارف الديكيشن ده بيجي نتيجة ايه الكروني ديكيشن عمال عندي اتوكن ديموكريتس من صفاتي اليومية دايما بتنفس وباكل فاش عنده اعتقد انه كده يعمل لي كرونيك انتشن سكن يعمل لي سكن يبقى عندي انتشن اوتيك من السكن انما لو طلعت بقى اذكر سكن هتلاقي ايه حصل اكزاجريشن في السكن انت صح ليه السكن في ثلاثه شكل جروب بالنسبه ليه ممكن بقى ايه سكن يبقى لك مكيش 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 اولا زي ما احنا اتفقنا شكوى عيان الفرو ايه جاي عيان اتفقنا في المطر اللي شكوتك ايه سيبير ما تيجي اشوفه في الجيت وانا بطور في مخي ان ممكن يبقى العيان كده الو ايه وسيبير ما تيجي انا بدور على الليجن اللي هو ايه مرض في اماكن محدده ولا خطر اسمها سيركل فيبرالي ويبس ريست فلما الاقي فرو او ضرب في الحته دي يبقى انا لازم امشي ماشي صح وبيخدمني السيمبتومز اللي بتبدا تيجي يعني بس عايز يعني هل هم يبقوا نفس الشكل كده؟ اه هقول لك يا منظر الفرو ايه بالظبط؟ لو دخلت المرض وديت كده حته هتلاقي حتى يفيد الكيلو فيه مش عشرة بس هيدا شكوى العيان اللي اتشرف السكينة بتوجعني اول الطرف مش قادر حد يقربني انا جابيت بقى عشان انفكشن عشان ما اخبطش بيها بس افتكر محدش يخبطني لانها في فرز سيبيت فرز كيتش يبقى في حاجات بتخدم حاجات عشان كده لو مشيت سيستماتيك في كل الحاجات الجد مين فاتش الفرز كيتش فانجل انفكشن بيقسم على السوبرفيشال فانجل انفكشن وديب فانجل انفكشن يعني سوبرفيشال يعني ايه سوبرفيشال يعني الفانجار جايالي من البيت وعشان يدوب البيت دوب البيت ديب فانجل انفكشن الانفكشن بديل لديب المصرز المصرز عالي انا بحب حاجه كده فانجل تبدالي في المصرز ممكن يكون عارفين ان المصري بتطلع جنين بيزيد بشكل اكتر من زي دي ده كان ريكورد ما كانش هيكون 0.0 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
خلي بالك معايا السوبرفيشال بامب انفكشن بنقسمها ليه؟ احفظي معايا برماتي بايس وايست يا كوردن كونتر كده كوردن اللي بيعمل الديز بنقسمها ليه؟ برماتي بايس برماتي بيعمل ديز بيجنن بايس اتاكس برماتي بايس مين هم البرماتي بايس؟ دلوقتي بايت لونة مايكرو سبورو ترايكو فايزو ابيديرو فايزو اسمع جميلة جدا 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 لو فصلتين واحنا واحدة اقولة مش بدي يا رب استسلم بتجربة مايكرو سبورو دلوقتي بايت العيلة الكبيرة لان مجد الشيخ ده الشيخ في مجد بايت لازم انه مجد محمد بقى